كل التوفيق لآشي وكل المصممين العرب اللي بيجتهدوا فعلا لنقل الثقافات العربية للعالم الغربي، واللي فعلا ليهم بصمة واضحة ومشرفة في كل أسابيع الموضة في العالم. احنا مش هنبقى بعيد عن باريس، لأن امبارح كان معانا لقاء إليسا اللي كلمتنا فيه عن دعمها لإيلي صعب، لكن الجزء الثاني مختلف تماما. فعلا يا خليل هيكون مختلف تماما، لأن إليسا دايما بتدعم أحلامها على حساباتها على السوشيال ميديا، دعمتها كمان في قرارها الأخير بالتبرع لأجرها في مهرجان موازين، وشافت إنها سويت إنها تاخد قرار زي ده. لكن تفتكر يا يحيى وحضراتكم كمان ايه تعليقها على أزمة بنت بلدها نانسي عجرم في نفس المهرجان؟ شفنا كيف أحلام عملت ضجة لما تبرعت بأجرة بموازين بالمغرب، حسيت أنه هيدا شيء كويس إنساني، ممكن هذا بيحفز الفنانين أنه يعملوا ذات الشيء إذا حسوا أنه أو مؤمنين بهيدا الشيء. عم تحكي موازين، يعني أحلام معي يمكن شي 50 عازف، بيج برودكشن، يعني اي ثينك بدها تكسرهم للمهرجان، يعني انه اكيد شيء سو سويت انه اذا تبرعت بهالشيء، انه تبرعت باجره، لانه كان بده يكلف اجره كثير اكثر من انه الموازين. لا بالعكس انا مع هول، يعني اذا في مناسبه، اذا في شيء انه لازم تعمل جست واي نوت. حسيتي انه الناس ظلمت نانسي لما ما شربت الحليب لما جابوا لها اياه على المطار؟ Is this something that we need to talk about ولا انه الناس عم بس بتكثر الاشياء وتكبرها؟ لا الناس بتكبر القصص، يعني بركي مع بالها، يعني انه كل واحد حقه، بركي انه ما اي دونت نو، يعني هذا حق الشرع، يعني مش يعني ماني هون انا لدافع عنه، بس كل انسان حر انه يعني يشرب اللي بده، ياكل تمر، يشرب حليب، انه هذا شيء بخصه يعني، بس انه لانه في ناس بتحب دائما تلاقي حيلا شيء لا يكذبوا، مش على شو بدهم يكذبوا، ما بهن القصص الصغيره بكبروها وبيعملوها بيج ثينج بلا طعمه، يعني اللي صار بلا طعمه. كيف كان لقائك بالسعوديه؟ ما بتصدق، يعني بتعرف كنا نحن دائما نقول السعوديه لا حلم، انه ما بحيت انا ما بحيت رح اقدر اغني هنيك، لا انه كان مثل حلم وتحقق. والحلو مع انه كان كله ليديز، يعني الجو كان رائع، يعني انا حطيت هيك بارتس صغير على الانستغرام، عم بيغنوا لي الاغاني، عم بيغنوا معي، صاروا عملوا الكورال، ات واز اميزنج، بجننوا. No comment. هيدا الشيء ما بهمني، حتى لو في أربعة كانوا مبسوطين هيدا اللي بهمني، بس كان كتير حلو. كفاية عندي حبيبتكو وصديبني.